رجح المستشار الطبي للحكومة الصينية انتهاء وباء فيروس كورونا شهر يونيو المقبل، كما أعلنت السلطات في بكين تجاوز ذروة تفشي كورونا، خاصة تراجع حالات الإصابة المسجلة. فهل بدأت فعلا مرحلة انحسار المرض؟ وسط ضباب أزمة فيروس كورونا المستجد، الصين تفتح نافذة أمل جديدة وتعلن تجاوزها ذروة تفشي الوباء، بل وترجح أن يتلاشى شبح كورونا بحلول شهر يونيو المقبل. خبر جاء على لسان المستشار الطبي للحكومة الصينية، وهو خبير أوبئة اشتهر بمكافحة انتشار فيروس سارس عام 2003. بارقة أمل يبدو معها أن بؤرة انطلاق الفيروس بدأت تتنفس الصعداء، خاصة بعد تسجيل أدنى مستويات الإصابة في البلاد، معطيات تبعث على التفاؤل دفعت ببكين إلى إشعار مواطني ووهان المرتع الأول لتفشي الوباء عالمياً بقرب استئناف الأنشطة اليومية، فضلاً عن إمكانية تخفيف القيود المفروضة على حركة السفر والتنقل. وكانت بكين قد منحت الضوء الأخضر لنحو ثلاثة أرباع مقاطعات الصين لتخفيض مستوى الاستجابة الطارئة في مدنها. ورغم اتساع رقعة المرض وتمدده في بقاع عدة في العالم، يرى خبراء الصحة العالمية أن جهود الصين للحد من آفة كورونا على أراضيها يجب أخذها كدروس لتقديم خط دفاع فعال لصد الوباء، مماثل للذي قدمته الصين. أنباء أخرى قد تخفف من حالة الهلع التي تسود العالم، فعقب تصنيفه وباء عالميا تكشف منظمة الصحة العالمية إمكانية السيطرة على كورونا، فوصف الفيروس بالوباء لا يعني استسلام دول العالم له، بل يجب مضاعفة جهود التصدي للمرض حسب منظمة الصحة العالمية. معنا من مدينة بولونيا الإيطالية البروفيسور حسن زمرلي. مساء الخير سيد حسن زمرلي. ما أعلنته الصين ربما اليوم يدعو إلى التفاؤل. الحالة الإيطالية مشابهة، هل الإجراءات التي اتخذت في البلدين هي السبب وراء انحسار الحالات برأيك؟ مساء الخير، يا أهلا فيك. أهلا. أكيد التدابير اللي أخذتها الصين هي كانت وراء قدرة تحددت ووقفت انتشار المرض. بإيطاليا بالفترة الأولى كان في شوي استهتار، وكان في تصاعد كتير بنسبة المرض. اليوم بعد ما أخذت التدابير أكيد هالانتشار بعضه موجود، بس نسبيا هو أقل. يعني منلاحظ أنه بالأيام الأخيرة في ازدياد للمرض، بس نسبيا ازدياد أقل من الأيام الأولى. أكيد هالشي سببه هو التدابير اللي أخذت. وبدنا نقول شغلة أنه بمنطقة كودونيو اللي هي البؤرة الأولى للمرض، اليوم ما في مصابين. يعني المنطقة 70,000 مواطن اللي قدروا حددوهم وعملوا عليهم عزل بالبداية، بهالمنطقة اليوم ما في ازدياد للأعداد، وهذا بيخلينا نتفائل للأيام الجاية. دكتور زمرلي، هل هذا يعني بأن الدول الأخرى أيا كانت ستواجه مرحلة الانتشار كما عاشتها الصين وإيطاليا؟ أكيد أكيد، لأن انتشار الكورونا هو انتشار سريع. نحن بدنا نحسب أنه كل 5-6 أيام بيتضاعف بأربع مرات. يعني إذا عنا عدد 50 مصاب، خلال شهر ممكن يوصلوا لـ200 ألف شخص. وهالشي لازم نتعلم الدرس من الصين والدرس من إيطاليا حتى ناخد دغري الإجراءات اللازمة. وبس إذا أخذنا هالإجراءات ممكن نقدر نخفف من وطئته ومن مشاكل المرض. الصين تتوقع بأن القضاء على هذا الفيروس قد يكون في شهر يونيو، يعني كل هذه الأزمة تنتهي في شهر يونيو، هل تتفق مع هذه التقديرات الطبية؟ بالنسبة لإيطاليا بدنا أصلا شهر. يعني التدابير اللي أخذت نتائجها بتبين بعد 15 يوم، وبعد 15 يوم بده يبلش يخف العدد. نحن اليوم حتى
يخف الانتشار لازم أي شخص ياخذ المرض ما يقدر يعدي أكثر من شخص واحد للمرض، يعني بهالطريقة ببلش يخف الانتشار وبيبلش يخف تدريجيا المرض. المفروض من هلأ ل 15 يوم نبلش المرحلة اللي هي لنزول، وشوي شوي إن شاء الله بينتهي. بس نحن أهم شيء أنه كل البلدان اللي عندهم بحالات بالبداية ناخذ العبرة وناخذ الدرس من إيطاليا ويطبقوا طيب الإجراءات اللي هي كتير مهمة. نعم. اليوم طيب. اسمح لي فقط دكتور زمرلي بالمقاطعة، نفترض أنه يعني مدة الحجر الصحي انتهت إن كان في إيطاليا أو في أي دولة أخرى، في إيطاليا مثلا هي محددة بالثالث من أبريل المقبل، ما الخطوات فيما بعد؟ ماذا لو بقيت بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد هذا التاريخ؟ فيروس كورونا بحد ذاته مش هالفيروس الخطير، مرقوا علينا فيروسات أخطر منه. فيروس كورونا مشكلته هو بسرعة الانتشار وبالإصابات اللي ممكن يعطي بعدد الوفيات. اليوم بإيطاليا نسبة الوفيات هي 6% من المصابين، بس هالشي بيعود لأن عدد سكان إيطاليا الأعمار كتير كبيرة، يعني 86% من الوفيات أعمارهم فوق 70 سنة. هلأ أهم شيء أنه نحن نحاول نخف انتشاره. الإصابة بالمرض من مشكلة، المرض إذا قدرنا انتبهنا له وقدرنا عملنا تشخيص بالبداية وكانت أعداد الأمراض المرضى مش كتيرة بنقدر نسيطر عليه. باختصار سيد زمرلي، سؤال أخير صراحة يدور في أذهان العديد، لماذا إيطاليا؟ يعني رأينا بعد الصين إيطاليا أول دولة يعني تسجل أكبر عدد من الحالات، من الملام في نقل هذا الفيروس إلى إيطاليا؟ هلا طبعا إنه في أوروبا ربما مش إيطاليا أول بلد بلش فيها المرض. بإيطاليا صار في انتشار سريع لأن صار في شوي استهتار. نعم. من ناحية إنه ما لجؤوا للحجر. بنفس الوقت بيعملوا فحوصات كثيرة. نعم. يعني نحن نعم نعتبر أنه بإيطاليا نعملوا لهلأ 75 ألف فحص. أشكرك، أعذرني على المقاطعة بروفيسور، أعذرني على المقاطعة بقى، انتهى الوقت. حسن زمرلي البروفيسور من مدينة بولونيا الإيطالية، شكرا جزيلا لك.